ننتقل إلى موضوع آخر، وإلى قلة الأمطار وعدم انتظام هطولها أدى إلى خلل في المواسم الزراعية عموماً، وبالأخص موسم العنب. ففي هذا العام ضعف موسم العنب على جميع المزارعين. محمود السعود أحد هؤلاء المزارعين، انخفض موسمه عن الأعوام السابقة بنسبة ثلثين. في التقرير التالي حال موسم العنب والمزارعين في منطقة ريف إدلب. عناقيد العنب هنا في ريف إدلب مدلة، لكنها لا تبدو كنظيرتها التي وصفها الشاعر جبران خليل جبران بثريات الذهب. يفرز مالك هذه الأرض المزارع محمود السعود محصوله من العنب لانتقاء أفضل العناقيد، ومن ثم إرسالها إلى الأسواق أملا في بيعها بسعر يعوض خسارته، بعد أن هبط سعر كيلو العنب الواحد من 300 ليرة سورية العام الفائت إلى 200 ليرة هذا العام. السنة يعني تقريبا ما يعادل ثلث مواسم السنوات الماضية، ما في موسم، قليل جدا يعني بمقارنة بالسنين الماضية. عنب محمود ليس أفضل حالا من عنب كثيرين غيره، إذ تشير الإحصائيات إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالعنب انخفضت في محافظة إدلب من 3000 هكتار إلى 1000 هكتار، وبالتالي تراجع الإنتاج من 13000 طن إلى 3 أطنان هذا العام. أدت عمليات القصف المنهجة من قبل النظام إلى حرق قسم كبير من أشجار العنب أو ما يسمى بالعامية بالدوالة، كما أدت إلى تهجير السكان من مواطنهم الأصليين، وبالتالي عدم اهتمام بهذا المحصول وقلة الإنتاج. كما أدت أو أدت عدم وجود أسواق لتصدير من هذا المحصول إلى قلة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة المتطلبات على أنواع محاصيل أخرى. سبب آخر أدى إلى انخفاض إنتاج مزارع العنب، فهي كغيرها من المزروعات والأشجار عرضة للآفات الزراعية. غياب السياسة الإرشادية، أي بمعنى آخر عدم وجود مختصين أو مهندسين فنيين زراعيين موجودين ضمن الصيدليات الزراعية، وإنما نجد اليوم بغياب الرقابة وناس ليسوا مهندسين زراعيين ولا فنيين زراعيين يقومون بإفتتاح مراكز الأدوية الزراعية وبيعها وتوزيع إرشادات المزارعين. هو أقل مواسم العنب إنتاجاً، واستمراره على وضعه الراهن لمواسم أخرى ينذر وفق توقعات خبراء زراعيين بتقلص المساحة المزروعة بالعنب أكثر مما هي عليه اليوم. يعني شيء مؤسف أنه هيك نوع من الثمار تقل أو تضعف إنتاجيتها، قديش هي مفيدة وطيبة العنب رهيب، قديش مهمة على الدبس والطحينة، دبس العنب والطحينة المهمة على كل الموائد السورية. صحيح، بيقول أنه حتى الزبيب بيعملوا زبيب، يعني كثير في ثمار بيستفاد منها بالشتاء. صحيح. يعني صحيح. كثير للأسف عائلة. للأسف بس يعني تقلصت المزارع الخاصة بدوالي العنب، كانت بجر جنازة اللي هي أكثر شيء مشهورة بدوالي العنب، كانت صحيح. 500 دونم قبل 2011، ولكن بسبب طائرة النظام وقصف النظام صحيح. يعني صارت 200 دونم بس للأسف. إن شاء الله يضل شوي، هلأ في مناطق مثل السويدة، مناطق ريف حما لسه فيها شوي، إن شاء الله تنهض هي الزراعة المهمة في إدلب. وهلأ مشاهدينا ننتقل لحكي ميديا.